بدك ترتاح من جوا يا ابني، قول لزاهر يرجع. اترك ميرنا تعيش، حاول. كيف بدي اتركها يا امي؟ بنتي قهرتني وكسرت ظهري. اذا بتسالي كل واحد هون بيقول لك اقتلوها واخلصوا منها. لا تسمع ابدا لحكيه، قل لهم انه بنتي مو خاينه. سامح بنتك برضاي عليك. عم استنى خبر لارفع راسي بين العالم. كل شي بسببها، كل شي. روح، فكرتك انتمت وحنيت لها. لا ابدا، مو هيك بيكون الاب. اللي بدك يعمله الله يحميها. روح روحي، خليه لحاله. يلا زاد، انا صرت واحد تاني. يا هلكا. ايوه دوق شغلي واعطيني رايك. ماشي، يسلموا. انا ما تحط لي، ما جعت لسه. كلي. شكلنا طالعين مشوار، كانه من ورانا بلاوي. نسيتي انهم عم يلحقونا؟ انا ماني نسيانة، بس بدي انبسط، بدي اطلع من حالة الخوف والقلق شوي. امي وسمعت صوتها، مو لازم نغير جو، مو هيك اخي؟ أول ما شفته كان عم يعزف هاللحن، دغري حسيت إنه قلبي لهفله. مو أكلك كمال؟ شبعان. لا كمال، لا تحمله، شو طالع بإيدنا؟ يا ريتني ما اتصلت بحسن. لو من الأول سمعت كلامي وحكيت مع ميرنا. شكراً، لا تزيدي على أبوكي أكتر من هيك. مو أول مرة بتصير القصة. هديك السنة أب قتل بنته قدام عيون الحارة وما حدا عمل شي. اختي معها حق، القصة عم تتكرر وما حدا عم يعمل شي. بس بنقول يا حرام، شو كان صار إذا خبرتوا عن جوزها؟ بكذبونا ماما، ما في دليل. على الأقل نحن منكون مرتاحين. بس البنت ما كانت لحالها، كان معها أخوها. بعدين يوسف أخ حنون ومتفهم. شو بعرفك إنه هو هيك؟ يعني ممكن هذا الزلمة يكون عم يمثل دور الأخ الطيب. أنت ما فيك تثقي بهيك عالم، بالحيلة ممكن يصلوا لغرضهم. لوين راحوا يا بنتي؟ تقدر تتصلي فيهم؟ سنان احكي لي شي. والله ما بعرف بابا، ما عم يخبي عليك. اتصلت ميرنا بأخوها، توعدنا على الشط، بعدين اجوا واخدوها. ميرنا ما عندها موبايل خاص فيها. غلطنا، كان المفروض نلحقها. لوين كمال؟ بدي اتصل بحسن.
صحتين وهنا. أنا رح رد. ألو؟ مرحبا، معك كمال بدر. أهلين كمال بيك، كيف الصحة؟ الحمد لله، طمنونا عليكم. الحمد لله ماشي الحال. ميرنا صارت مع أخوها، مشغول بالي عليها. منيحة منيحة، يوسف اليوم اتصل فينا وطمننا. حكوا معكم؟ عن جد عم تحكي؟ ايه نشكر الله، طمنونا وحكيت معه. قال مخبيها بمكان بعيد حتى ما يلاقيها مصطفى. طمني لميس والبنات كيفون؟ بخير وهني بيسلموا عليكم. التيتي منيحة؟ هي هون جنبي، اليوم صارت منيحة. سلميلي عليهم. بتسلم عليكم. وأمانة شو بيصير معكم طمنونا؟ أهلا عيني، رح خبرك بكل شيء. بشكرك لأنك طمنتيني على ميرنا. سلمي على الجميع عندك. السلام عليكم. شكرا كتير، الله معك. الآن ومشغول باله على ميرنا. أبني سالي والله، مثل اللي قاعد جوا بفرد شكل. أمي شو رأيك نحمله ونحطه بتخته؟ أحسن ما يقوم الصبح يبهدلنا. ساعديني، ما بقدر لحالي. هو بيسكر ونحن بنحمله. تعي تعي. يا ربي التوبة. طمنا عليها، كملوا أكلكم. إن شاء الله إن شاء الله تكون بخير. يا علينا، شو ما حكينا ما بيعجبك. لسه ما تطمنا عليها. أصلاً إحنا هيك دائماً ما دخلنا. أنتوا ما دخلكن، تركوا الكبار يتصرفوا. وهلأ ممكن نكمل أكلنا؟ مو وقت اللعب هلأ، لازم نعمل شي يا زاهر. ايه أكيد. تعرف ضروري نرجع عند كمال. ماشي، بناخد معنا شي حتى يرتاحوا لنا صح؟ جبتها والله، ما قلنا غير هالطريقة. نتمسكن حتى نتمكن، وبس نلاقيهم ورجيهم. منضل ورا بنت كمال حتى نلاقيها. أكيد مخبيتها لأختك، هالبنت مو سهلة. مزبوط حكي؟ ايه مزبوط. ايه قوم لك نمشي من هون يلا. والله نسيت انه في سيارة برا. شو لك؟ شرف. بدنا نروح مشوار ضروري بمعاييركم. السيارة تحت امركم استاذ. ايه حبيب، اذا سأل عنا عصمت قال له راحوا مشوار ضروري وراجعين فورا. ها ماشي، من قله. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.